في بلاد بعيدة ما بتطرحش، في أرض غير البطاطس ما بتطرحش، نازل آخر السور العزيز، هتنزلوا هنا يا أبلة أدوجن. هنا التلامذة بتتعلم. معلم عنده الكتاب. ستكون جبنة ميتة بيلا. والكتاب بيقول بطعم الطعماطم زي ما قال الكتاب. تبل وشين وجناب، استحمل كالكباب، ليمونة ولا شطة، جواك موجود. لحد ما الشيطان حط عليهم. يا خرعشي لقد هربوا يا معلم. سيعودوا. وعرفوا بعد ما أخدوا 100 قباب ينقصه شيء إن مفيش طعم من غير معلم وكتاب.